النهارده سنة 2006 رحل الفنان الكبير أبو بكر عزت صاحب المسيرة الفنية المهمة والأعمال الإبداعية اللي ما زالت حاضرة في ذاكرة المشاهد العربي والمصري. قدم حوالي 50 فيلم، 15 مسلسل، أبرزهم طبعا مسلسل أرابيسك، سقوط في بئر سبع، وزيزينيا. وفي سنة 1996 حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره في فيلم المرأة والسطور. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أبو بكر عزت الذي رحل عن عالمنا في 27 من فبراير عام 2006 عن عمر ناهز 72 عاماً، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة المشاهد العربي وتاريخه الفني. قريحتي الإدارية لن تتوقف عند هذه النقطة، إن شاء الله حلاقي حل، وده بتوجيهات سيادتك يا فندم، بس اديني فرصة 24 ساعة. الفنان أبو بكر عزت من مواليد حي السيدة زينب بالقاهرة في 8 أغسطس عام 1933. تخرج في قسم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح المدرسي، وقدم مسرحية الفضائح للمخرج كمال ياسين. ثم تطورت علاقته بالمسرح أثناء دراسته بكلية الآداب، فالتحق بمعهد التمثيل، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة المسرح الحر عام 1959. إيه اللي جرالك يا ابني؟ رقبتي يا أستاذ، رقبتي. مالها يا ورمة؟ ملوحة يا دكتور، ملوحة. إيدي إيه حيل؟ ماشي. يا ابني، إزاي ضهرك بالعرض ولا إيه؟ عمل في عدة فرق مسرحية، منها فرقة مسرح الريحاني ومسرح التلفزيون، ثم بدأ العمل في السينما منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين، وشارك في العديد من الأدوار المساعدة. أمشير؟ يعني أمشير بزعبيبه يعني؟ لا، كده يا بيه. طب وإيه الفرق بقى بين كده وكده؟ كده تسليك وكده توليع. ظريف قوي يا تبشير. الله. مسامير، مسامير. ما قلنا أمشير، ما تخليك بيه يا بيه. قدم الفنان أبو بكر عزت مسيرة حافلة بالأعمال الجميلة والمميزة تصل إلى 50 فيلماً و15 مسلسلاً، ومن أبرزهم في السينما الحرامي، زوج الخمس رجال، 13 كذبة وكذبة، أفواه وأرانب، وأصدقاء الشيطان. الست دي مش هتتعرض لك تاني أبداً، اديت على دماغها مظبوط. هي قالت لي في السكة إنها ظبطتك مع سرحان وحاجات كده، بس والله ما رضيت أقول المدام أبداً. ومن أشهر أعماله الدرامية أرابيسك، السقوط في بئر سبع، وزيزينيا، وآخر عمل قدمه هو ومضى العمر الأول. مالكم يا رجالة؟ مالكم يا ناس يا حبايبنا؟ ليه يا دوكش؟ دول دول يستاهلوا الضرب يا معلم. لا 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 يا دوكش، خليك حنين معاهم، مهما كان دول أهالينا، دراعنا اليمين. الله يا دوكش، شوف شغلك معاهم سواء موجود أو مش موجود. حصل النجم الكبير أبو بكر عزت عام 1996 على جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره في فيلم المرأة والسطور. وتوفي الفنان أبو بكر عزت يوم 27 من فبراير عام 2006 عن عمر ناهز 72 عاماً، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة خلال توجهه إلى موقع تصوير أحدث مسلسلاته.